بسم الله الرحمن الرحيم، احمد الله تعالى واستعينه واصلي واسلم على محمد واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاحبه في الله، مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه متجدده من برنامج اسئله النساء. في هذه الحلقه يعني نستقبل بعض اتصالاتكم واسئلتكم عبر الرسائل النصيه القصيره، لكن دعونا نبدا في بدايه هذه الحلقه لنستمع الى بعض الاسئله التي اتتنا منكم وننظر الى الرد عليها بعدها مباشره باذن الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا. الاعمال اللي يصل ثوابها اليه، فلو انا قرات القران لو كانت نيتي للميت بيذهب الاجر اليه، ولو انا عملت عمره كذلك. السؤال هنا الاخت سالت عن اذا كان والدها قد توفي فتسال عن الاعمال التي يصل ثوابها اليه، ثم عن بعض هذه الاعمال مثل العمره او قراءه القران لتنوي بقراءة القرآن يعني أن يصل ثواب ذلك إلى أبيها المتوفى. حقيقة الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت نص عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في أكثر من مشهد وفي أكثر من حديث. من هذه الأعمال أن تصوم عن الميت إن ترك صيام فرض أو صيام نذر أو صيام كفارة. يعني لو واحد أبوه توفي أو أمه توفيت مثلا وترك عليه صيام من رمضان او ترك عليه صيام نذر او صيام كفارة، فعلى الابن هنا ان يؤدي ما كان على ابيه، وهذا دين الله، ودين الله احق ان يقضى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك اذا مات الانسان ولم يحج او مات ولم يعتمر وكان قادرا على ذلك لكنه ترك او اهمل او غير ذلك، فعلى ولده ان يعني يحج عنه او ان يعتمر عنه. أما إن فعل ذلك تطوعا عن أبيه أو تطوعا عن أمه فهذا فضل عظيم وخير وفير للميت وللشخص ذاته. قراءة القرآن اختلف أهل العلم هل يصل ثوابها إلى الميت أم لا يصل، فذهب كثير من العلماء أن ثوابها لا يصل إلى الميت، وإنما قراءة القرآن ينتفع بها الأحياء وليس الأموات، لكن مذهب الحنابلة يرى أن ثواب قراءة القرآن يصل هذا الثواب الى الميت بعد موته، فالمسألة فيها خلاف، والاصل ان ننظر الاعمال التي يعني ليس فيها خلاف مثل الحج عن الميت، العمرة عن الميت، ان ندعو له، ان نتصدق عنه صدقة جارية، او غير ذلك من الاعمال التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى اعلى واعلم. الان ايضا يعني نأخذ سؤالا اخر اتانا ايضا عبر هذا الاتصال، تفضل. انجبت 3 مرات بعملية قيصرية وبعد شهر هجيب الابن الرابع، والدكتورة قالت لي لو انا حبيت انجب الطفل الخامس هيكون خطر عليا وعلى الجنين، ونصحتني باستئصال الرحم، هل ده حرام ولا لا؟ الحمد لله، قضية الحمل في ذاته هي قضية أصبحت الآن يعني فيها مشاكل كثيرة جدا خاصة عند النساء، خاصة إذا كانت المرأة تشتكي من مرض معين أو أن الطبيبة أو الطبيب الأمين الماهر في مهنته قد نص أو قرر أن حالة هذه المرأة أو هذه الأم لا تستوعب ولا تتحمل حملا جديدا أو ولادة جديدة، خاصة مع بعض الأمهات والزوجات اللاتي يلدن معظم اولادهن او كل الاولاد عن طريق العمليات القيصرية. العملية القيصرية طبعا كما نعلم جميعا فيها يعني كثير من المشقة والتعب على الام، ولذلك الاخت هنا انا اقول لها اذا كانت الطبيبة هذه قد نصحتك وانت واثقة من كلامها ومطمئنة الى رأيها فخذي بهذا الرأي والعهد عليها، لان الله تبارك وتعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وهي في هذا المحل او في هذا الموضع تعتبر من اهل الذكر في تخصصها، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى اعلى واعلم. طيب ناخذ هذا الاتصال، الاخت رحاب تفضلي.
لو سمحت لو حضرتك انا عاوز احط الصوص في البوكه يعني، واللي افتح نفس التوصيل واخد يعني بيجوا يدونا فايده يعني كل شويه بيزيد الفلوس يعني دوت تحتوى كده ولا ايه؟ اللي هو دفتر توفير في البريد، لو فتحت دفتر توفير في البريد نعم حاضر المفروض اللي هو بيبقى عليه فلوس مثلا بتديه ففي بيبقى فايده بتدوم فايده، فالفايده دي تعتبر كده يعني لو عملت كده ولا ايه؟ طيب حاضر اجيبك يا اختي الله يحفظك. بالنسبه لقضيه وضع الاموال في اي مكان في بنوك او في اماكن البريد او غير ذلك، خذوها قاعده عامه في التعامل مع الاموال في البنوك او غيرها او حتى ما عند اشخاص معينين او غير ذلك. اذا حدد الفائده التي ستدفع لك من وراء هذا المال فهذا ربا، لا يجوز تحديد هذه الفائده ابدا، هذا ربا ولا يجوز التعامل بمثل هذا النحو مع اموال المسلمين ابدا، لان الربا حرمه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، فتحديد الفائده هو المشكله. اي مكان تذهب اليه يقول انا محدد لك فائده معينه 8% 10% 15% تاخذها كل سنه وكذا، هذا ربا صريح والله تعالى اعلى واعلم. الان ايضا يعني مع سؤال نستمع لهذا السؤال ايضا. السلام عليكم. ايه رأي فضيلتك في الاب اللي بيجبر بنته على العمل الذي لا تريد ان تعمل فيه خوفا على دينها ويقول لها يجب ان تعملي لكي تتزوجي لان الرجال الان يحبون المرأة التي تعمل؟ الحمد لله. قضية عمل المرأة او عمل الفتاة المسلمة في اي مكان وفي اي زمان هي في الحقيقة تخضع لعدة اعتبارات، من اهم هذه الاعتبارات أن تكون المرأة أو الفتاة في حاجة بالفعل إلى العمل. وعندنا في القرآن الكريم قصة ابنتي العبد الصالح مع موسى عليه السلام، رأينا جميعا أنهن كنا يخرجن إلى العمل من لأن أباهما كان رجلا كبيرا ورجلا ضعيفا لا يقوى على الخروج لأداء هذه المهام والأشغال. ولذلك أنا يعني دائما أنصح كل مسلمة ألا تلجأ إلى العمل إلا إذا كانت محتاجة إليه أو كان العمل محتاجا إليها، بمعنى أن في بعض التخصصات أيضا لا ينفع فيها إلا النساء، لا تنفع فيها إلا البنات، وهذا من مصلحة المسلمين والمسلمات. ولذلك عليها إن كانت صاحبة تخصص أن تبذل من جهدها ومن وقتها من أجل مصلحة الناس من حولها. لكن قضية أن يجبر أب أو أن يجبر زوج أو غير ذلك ابنته أو زوجته أو قريبته على ان تعمل عملا معينا هي ترى ان هذا العمل فيه فتنة على نفسها او فتنة على دينها، فانا اقول من امثال هؤلاء اتقوا الله تعالى في بناتكم واتقوا الله عز وجل في نسائكم فانتم مسؤولون عنهم بين يدي الله يوم القيامة. قضية ان الشباب المقبلين على الزواج او الرجال الذين يرغبون في المرأة لا يرغبون فيها الا اذا كانت تعمل، لا يعني ليس هذا على طول الخط، بل بالعكس في كثير جدا من الشباب وكثير جدا من الازواج المقبلين على الزواج لا يرغبون في ان تترك زوجته بيتها وخدمته واولادها وغير ذلك وتضيع اليوم كله في العمل، خاصة اذا كان هو لا يحتاج الى عملها في شيء، والله تعالى اعلم. ناخذ سؤال اخر. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك ممكن اسأل سؤال؟ تفضل معك، تفضل يا اخي. حضرتك لو الواحد يبقى متوضي وبيضطر مثلا هو مثلا يسلم على الأجنبية يعني مرات عمه وحد قريبه يعني بيتحط في موقف ان هو يضطر ان هو لازم يسلم يعني هل هو متوضي هل ده ينقض الوضوء؟ ده السؤال الاولاني. تفضل السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك لو واحد مثلا له بنت واحد له بنت يعني بنته لها شاب وهو رغب ان هو يزوجها له يعني بس هي البنت رافضه، هل اذا اكره البنت على الزواج من الشاب ده يعني حرام عليه ولا في ايه؟ اجيبك ان شاء الله. حاضر يا اخي بارك الله فيك الله يحفظك. الوضوء اذا كان الرجل متوضئا ولمس امراه اجنبيه وهو على وضوء، الوضوء صحيح لا اشكال فيه. بعض اهل العلم تحدث في هذه المسألة قالوا العبرة هنا بقضية الشهوة، ان يعني استشعر شهوة في نفسه او تحركت شهوته ام لا، وهي مسألة طويلة جدا وفيها كلام كثير، لكن الخلاصة فيها ايها الاحبة في الله ان الوضوء هنا صحيح
ولم يحصل فيه شيء، لم ينتقد. لكن المسألة الأخرى التي ينبغي أن نبينها في هذه القضية أيضا هي قضية لمس المرأة ذاتها. فلمس المرأة الأجنبية لا يجوز بأي حال من الأحوال، خاصة في قضية التسليم باليد أو غير ذلك. ولذلك يعني دائما بعض الشباب أو بعض الرجال يوضعون في مواقف محرجة حينما تمد إحداهن يدها لتسلم عليه، لكن لا بأس حتى بطريقة طيبة لطيفة وابتسامة طيبة أن تبين لأختك هذه المسلمة أنه لا يجوز أن يسلم الرجال على النساء، النساء أن تسلم على الرجال الأجانب أو غير ذلك. وهذا هو يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام، ما صافح امرأة أجنبية عنه قط عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام وتوعد من يفعل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه، كما جاء في بعض الروايات، خير له من أن تمس يده امرأة لا تحل له. فهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمسألة فيها يعني تحتاج إلى يعني شيء من الورع وشيء من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا. الرجل الذي يريد أن يزوج ابنته بالإكراه لمصلحة أو لرؤية هو وراها لا يجوز هذا شرعا. الجائز في المسألة وحق الأب على ابنته أن يختار لها، يعني ممكن الأب يختار لابنته أو لقريبته ويعرض عليها المسألة، يقول والله أنا شايف أن فلان هذا هو يصلح لك وأرى فيه من الخير كيف وكيف، فإن قابلت ورضيت بدون إكراه فالحمد لله، وإن تمنعت ورفضت وقالت لا أنا لا أقبل فهذا حقها، لا نستطيع أن نرغمها، نحن نختار لها ونترك لها إما القبول وإما الرفض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن، يعني تستأذن في من أتاها من خطاب يقال لها فلان أو علان، وهكذا البكر تستأذن والثيب تستأمر. فلما قال الصحابة يا رسول الله إن البكر تستحي، يعني البنت خصوصا البكر لو حتى يعني سئلت أو كذا تستحي أن ترد فتسكت، قال عليه الصلاة والسلام: إذنها أن تسكت. ولما جاءته فتاة للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه تقول: يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا له كارهة ليرفع بي خفيفته، يعني زواج مصلحة لأي أمر من الأمور التي يريدها الأب. فماذا قال عليه الصلاة والسلام لهذه البنت على الرغم من عقد عليها، خلي بالكم عقد عليها، قال عليه الصلاة والسلام: يعني إما أن تمضي أمر أبيك، يعني تمشي الموضوع وتكملي، وإما أن تفسخيه. لو قلت الآن أنا لا أريد إكمال هذا الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم يفسخ عقد زواجه عليه الصلاة والسلام. لكن كانت البنت حكيمة وعاقلة وقالت: يا رسول الله امضي امر ابي، خلاص انا همشي الموضوع، اكمل الزواج مع هذا الرجل، ولكن ليعلم النساء، يعني انا ما جيت اتكلم معك يا رسول الله واعلن هذا الامر على الملأ الا ليعلم النساء، يعني نساء المسلمين الى قيام الساعة، ان ليس للاباء من الامر شيء، يعني ليس للابي ان يكره ابنته على الزواج من شخص بعينه تحت اي وضع وتحت اي صورة، والله تعالى اعلى واعلم. طيب ناخذ سؤال، تفضل. اعرف ايه هو حكم زيارة النساء للقبور في الاعياد؟ حكم زيارة النساء للقبور في الاعياد، القبور جعل النبي عليه الصلاة والسلام زيارتها في اي وقت من اوقات العام الا في الاعياد، وبخاصة اليوم الاول للعيد، اليوم الاول في عيد الفطر، اليوم الاول في عيد الاضحى بخاصة يعني، والافضل ان ايام العيد كلها لا يزار فيها الأموات، لأن أيام العيد ينبغي أن ينتفع بها الأحياء فيما بينهم من التزاور والتواصل واللعب المباح واللهو المباح وغير ذلك من الأمور التي شرعها الإسلام للمسلمين. فعلى المسلمين رجالا ونساء وبالأخص النساء ألا تذهب المرأة في أيام العيد لزيارة المقابر على النحو الذي نرى. احنا بنشوف للأسف الشديد في بعض المجتمعات وخاصة عندنا هنا نرى ان النساء يعكفن على المقابر ودخول المقابر يمكن من ليلة العيد، من ليلة العيد، او ربما بعضهن تذهب بعد صلاة العيد مباشرة تقول تعال الاول نزور المقابر، تجد ذلك زحاما عجيبا سبحان الله القدير. وهذا كله نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى المرأة المسلمة ان تتقي الله تبارك وتعالى
وعليها أن تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه رب العالمين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ناخذ سؤال آخر. زوجي رافض أني أكمل تعليمي وده بيزيد من شدة الخلافات ما بيننا، أعمل إيه؟ قضية إكمال تعليم البنت المسلمة أو المرأة المسلمة هي من حقها أن تكمل تعليمها، يعني من حق أي بنت أو فتاة أو امرأة أن تكمل تعليمها. ولكن أنا دائما أتساءل ما يعني ما العلاقة بين طلب العلم أو التعليم بالنسبة للفتاة والبنت، ما العلاقة بين ذلك وبين التبرج أو الاختلاط بالشباب أو الاختلاط بالرجال أو غير ذلك؟ ينبغي للمرأة والفتاة المسلمة إن أرادت أن تتعلم أن تتعلم، هذا حقها على المسلمين، ولكن أن تحفظ نفسها وأن تخرج في حجابها وفي حيائها وأن تصون عرضها وأن تصون نفسها وتتعلم، لأن العلم نور للجميع ولأن العلم مطلوب للجميع. ولقد كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هي فقيهة الفقيهات ومعلمة المسلمين والمسلمات رضي الله تعالى عنها وأرضاه، لكن هذا أبدا لم يقدح في أم المؤمنين عائشة أن هي تعلم الناس رجالا ونساء، ما دامت تحافظ المرأة على نفسها وعلى حجابها وحيائها وعفتها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح نساء الأنصار ويقول: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فالمرأة تتعلم حتى العلوم الدنيوية النافعة لأنها ستنفع بعد ذلك أولادها، ستنفع أولاد المسلمين، أولاد المجتمع الذي تعيش فيه. هذا مطلوب ولكن بالشروط المعتبرة الشرعية التي ذكرت بعضها في بداية كلامي. فلا نمنع إماء الله مساجد الله، لا نمنع إماء الله من التعلم، تعلم العلوم النافعة لها ولمجتمعها ولأولادها، والله تعالى أعلم. طيب ناخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي لو أنا عروسة جديدة، تمام؟ نعم. ومثلا أكيد طبعا أي عروسة جديدة وكده تبقى حتى مانيكير، تبقى تسوي شعرها، الكلام ده كله. أيوة. تمام؟ هل ينفع مثلا ما أختمش شعري أو أحط عليه مية بسيط؟ أنا فهمت سؤالك. ندواتري مش كلها فيها مانيكير نصها، ينفع طمي وأنا كده ولا إيه؟ طيب أجيبك. حاضر حاضر. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بك وتقبل الله منك وكل عام أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بخير وسعادة وطاعة وعمل ونصر وأمل وحسن خاتمة بإذن الله. آمين. أنا عندي سؤال واحد بس. تفضلي. من منطلق قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ فعندي هو السؤال في سورة الكهف في الآية 25 والآية 26 اللي هو: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والآية اللي بعدها قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض إلى آخر الآية. نعم. عايزة في هنا حتة كنت عايزة أسأل حضرتك فيها، هنا بالآية 25 والآية 26 من سورة الكهف بينهم سؤال محذوف، هو يسألونك عن أهل الكهف كم لبثوا، كعادة القرآن زي يسألونك عن المحيط ويسألونك عن الأهلة، فهنا في سؤال محذوف، والسؤال المحذوف ده إجابته الآية 26 اللي هي قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، وليست الآية 25 لأنه لا يجوز إطلاقا تنكيس الآيات ويجوز في الصور، الصور يجوز تنكيس لكن الآيات إطلاقا. وفي كتب أهل الكتاب ولبثوا في كهفهم 300 اللي هو بالتقويم الشمسي، وربنا سبحانه وتعالى نقل قولهم بما يعرفه العرب بالتقويم القمري، فكانت آية 25 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. ده كلام أهل الكتاب، وربنا سبحانه وتعالى بينقله لنا كقصص قرآني، فلا يجوز ولا يعقل أن يصرح ربنا سبحانه وتعالى بالمدة التي مكثها أهل الكهف ثم تليها الله أعلم بما لبث
تنكيسه له غيب السماوات والأرض. يعقل فقط إنجاز التنكيس في الآيات ولا يعلم المدة التي مكثها أهل الكهف إلا الله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض. أنا عايز أشوف هل اجتهاد العلماء عندما قالوا إنهم لبسوا 300 سنين وازدادوا 9، هل هذا اجتهاد أم قولا واحدا؟ وإن كان اجتهاد فلما لا يوضح الرأيين حتى لا يلتبس الأمر على المتددرين لآيات الله وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. حاضر. طيب نجيب بالأسئلة هذه في اتصالات. طيب نجيب الأخت رشا. أولا قضية غسل الشعر بالنسبة للمرأة إذا كانت أرادت يعني أن تغتسل من جنابة أو من حيض أو نفاس أو غير ذلك، كذلك وضع بعض الأدوات أو يسموها أدوات التجميل زي المنكير أو غير ذلك، طبعا هذا لا شك أنه يؤثر طبعا في طهارة المرأة. أما غسل الشعر من الحدث الأكبر فهو واجب، يعني واجب أن المرأة تغسل شعرها كاملا، بل تنفذ شعرها وضفائرها إن كان عندها ضفائر حتى يصل الماء إلى الشعر كله، كما نص على ذلك فقهاء الأمة وعلماؤها في كل زمان ومكان، للتخلص من التطهر من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس. أما غير ذلك فلا، يعني لو كان مثلا غسل للتنظف عادي جدا بعيدا عن هذه الأمور فلا يشترط هنا غسل الشعر كما نعلم. قضية وضع المساحيق أو ما تعرف بالمنكير على الأظافر أو كذا، في حسب علمي ان في بعض المواد اللي بتوضع على الاظافر بالفعل تحول بين وصول الماء الى الاظافر، الى اصل الاظافر، وبهذا نكون قد منعنا عضوا او جزءا من عضو نص عليه كتاب الله تبارك وتعالى في الوضوء ان يغسله كاملا، وهما اليدين يجب ان يغسلا كاملتين، ومنهما الاظافر والانامل، ان يصل الماء الى هذه الاماكن. وهناك حسب علمي بعض المناكير هذه عبارة عن توضع وتزال، يعني ممكن تزال بسهولة ثم توضع مرة أخرى أو يوضع غيرها، فالأفضل أن تستعمل المرأة مثل هذه المناكير حتى يسهل عليها إزالتها لتتوضأ أو لتغتسل غسلا شرعيا ثم بعد ذلك تضع ما تشاء. صحيح لا أنكر أن بعض أهل العلم نص على أن هذه المناكير حتى اللي هي الثابتة هذه لا تؤثر في الوضوء ولا في الغسل، ويصل الماء الى الاظافر حسب ما رأوهم بسؤالهم لأهل التخصص، فالله تعالى اعلم. لكن حتى نخرج من الشبهة نفسها ونستريح علينا ان نستعمل الاشياء التي تزال ثم نضعها مرة اخرى، والله تعالى اعلم. سؤال الحاجة سناء طبعا سؤال طيب جدا، ويتعلق بقضية من او مسألة علوم القرآن وقضية الايات وما يتناسب بين آية وأخرى والعلاقة بين الآية التي تليها والتي قبلها، وهذا موضوع طبعا يطول شرحه، ولكن باختصار شديد جدا، قول الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا خلاص يقين عند كل مسلم أن المدة التي مكثها أهل الكهف في كهفهم على هذا النحو كانت 309. هذا كلام لا فصال فيه أبدا ولا اجتهاد فيه لأحد، لأن أختنا يعني ربما في كلامها ذكرت أن طالما اجتهد الناس، لا، هذا لا اجتهاد فيه لأحد، لا اجتهاد فيه مع وجود النص، وهذا نص قرآني. خلاص هذه نقطة مهمة. ثم قال الله تعالى بعدها قل الله أعلم بما لبثوا. هو هنا يا أختي الفاضلة ليس بين الآية والأخرى سؤالا كان ينبغي أن يأتي في الأول يسألونك عن أهل الكهف، لا، المسألة هنا لو دققت النظر تختلف تماما عن بعض الآيات التي جاء فيها يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، لأن الإجابات كلها عن يسألونك هنا كانت بعدها كلها، لكن هنا الله تبارك وتعالى لم يذكر قضية يسألونك، وإنما أجاب الله عز وجل مباشرة في سياق القصة نفسها، لأن القصة قصة يعني ماشية من أحداثها من الألف للياء، والناس كلهم بيسمعوها، والناس عاشوها حتى في أيام أصحاب الكهف، والنصارى تكلموا عنها في كتبهم، واليهود تكلموا عنها في كتبهم، فكان لابد من حسم هذه المسألة. فالله تعالى أجاب إجابة صريحة جدا دون أن يأتي بلفظ يسألونك، ثم بعد ذلك قال سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا، حتى يقطع الطريق عن كل من يحاول أن يلبس أو يجتهد مع نفسه أو يأتي بأرقام أو بتواريخ أو بغير ذلك ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. يعني هي القضية هنا قضية تأكيد على المعنى الأول،
تأكيد على المعنى الأول، وليست قضية أن آية جاءت في موضع كان ينبغي أن تأتي متأخرة، لا، هذا ليس تنكيسا للآيات كما ذكر البعض وأنت يعني تفضلت وتحدثت عن كلامه، وإنما الأمر كما ذكرت لك والله تعالى أعلى وأعلم. نأخذ سؤال في أسئلة ولا نبدأ في أسئلة الرسائل؟ طيب نأخذ بعض أسئلة الرسائل الموجودة عندنا التي جاءت عبر الرسائل النصية. أختي تسأل عن حكم إلقاء تحية السلام من المرأة على مجموعة رجال جلوس. لا شيء في ذلك، يعني شيء أن تسلم المرأة، ولكن تكون على حذر. إن كانت تعرف أن هؤلاء الجلوس تعرف فيهم مكارم الأخلاق من أهل الحي أو كذا، لا بأس إن قالت السلام عليكم يا مشية، لكن الأفضل ألا تقول حتى لا تلفت أنظار الناس الجلوس إليها، والله تعالى أعلم. سؤال أيضا، هل يجوز الدعاء أن تدعو يعني بهذا الدعاء: اللهم وفق فلانا ليتزوجني، مع العلم أن هذا الشخص فسخ خطوبته مني من غير سبب مقنع، وهل يجوز الدعاء بالتعجيل بذلك؟ هو فسخ خطوبته منك بغير سبب مقنع بالنسبة لك، لكن ربما كان هناك سبب مقنع بالنسبة له هو، فالمسألة يعني تحتاج إلى إعادة نظر من حضرتك يعني، لكن انظري إلى الأمر، خلاص الخطوبة فسخت، فإن كنت يعني متأكدة أو شبه متأكدة إنه خلاص صرف نظر عن الأمر تماما، فأنا أنصحك في الله كأخ في الله أن تنظري إلى حياتك وإلى نفسك وأن تبدأي من جديد، وتستعين بالله عز وجل وتسأليه سبحانه أن يرزقك الشخص المناسب لك. أما إن كان هناك المسألة فيها أخذ رد وإنت حاسة بهذا ومتعلقة بهذا، يعني شايف أن الرجل ده هو الأصلح لك، فلا بأس أبدا من الدعاء اللي أنت ذكرتيه أو ما يشبه من دعاء، لا بأس أبدا أن تلحي على الله تبارك وتعالى بأن يعني يعجل لك بهذا الزوج زوجا ما دمت لم تقعي في مخالفات شرعية من الكلام معه على نحو معين أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. كذلك تسأل: هل يجوز للمرأة أن تقيم صلاة القيام من منتصف الليل وحتى صلاة الفجر في المسجد؟ تقيم صلاة القيام من منتصف الليل وحتى صلاة الفجر في المسجد، مع العلم بأن المسجد قريب من المنزل وهي مطلقة وأطفالها في هذا الوقت يكونون نائمين وتذهب مع جيرانها المسجد وليس بمفردها. عموما يا أختنا الفاضلة، وهذا الكلام لكل أخواتنا من النساء والبنات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكن جميعا، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذه قاعدة مهمة جدا يعني، مهمة جدا. لكن في بعض النساء تقول: أنا يعني صلاتي في المسجد تعينني أكثر، يعني تجعلني أكثر حرصا على أداء الصلاة، خاصة صلاة النوافل مثل قيام الليل أو ما شابه ذلك. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، ولكن المهم أن تقومي على بيتك وتقومي على أولادك وتكوني متأكدة أن الأولاد في أمان وأنهم لن يحتاجوا إليك في شيء، وتكوني أنت نفسك آمنة على نفسك. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس والله تعالى أعلم. تسأل أيضا في قضية، تقول: زوجي يعني، لا هذا سؤال آخر، سيدة تبلغ 40 سنة ولها 5 أبناء ذكور وموظفة وتعاني في الحمل من تعب وإرهاق، فهل لها ربط مبايض بناء على مشورة الطبيب المختص والثقة؟ قضية ربط المبايض أو إزالة الرحم أو غير ذلك قضية شائكة جدا. الخلاصة فيها أنه لا يجوز للمرأة أن تربط المبيض أو أن تزيل الرحم كاملا أو أن تربطها أو غير ذلك، لا يجوز لها إلا إذا كان القرار قرار طبي خالص وأمين ونثق فيه. ساعتها لا كلام هنا لي أو لغيري، وإنما الكلام يرجع إلى الأطباء المتخصصين حفاظا على هذه المرأة من أن يقع عليها ضرر بعينه. أما إذا كانت قضية إرهاق شوية أو تعب شوية أو كذا، فكل النساء تتعب وكل النساء ترهق، ولذلك سبحان الله جعل الله تعالى للمرأة مكانة عظيمة جدا وقدم فضلها ومكانتها حتى على الأب سبحان الله، وأوصى الأولاد ببرها أكثر من وصيته الأولاد على الأب نفسه. لماذا؟ لأن الأم التي تحمل وتتعب وترضع وتربي وتسهر. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكن جميعا.
اختي تسأل ايضا من سؤال، هل يجوز لي اذا صبغت شعري باللون الاحمر ثم اردت ان اصبغه باللون الاسود لكي يرجع لطبيعته الاولى، فهل هذا حرام؟ لا، هذا ليس فيه شيء في قضية الصبغ الشعر الخضاب او الصبغة، لا شيء، خاصة اذا كانت المرأة في سن الشباب فلتصبغ بما تشاء، حتى وان كانت كبرت في السن بعض الشيء وظهر فيها الشعر الابيض وصبغت هذا الشعر باي لون من الالوان تجملا لزوجها فلا بأس من ذلك ايضا، كما نص كثير من اهل العلم، حتى وان كانت تصبغ بالسواد. فالاخت هنا تسأل عن قضية ان صبغت باللون الاحمر ثم صبغت بعد ذلك بالاسود وان عادت الى لون اخر، فهذا كله جائز والله تعالى اعلم. هنا ايضا بعض الاسئلة التي جاءت، تسأل احدى النساء لكثرة اشغالي، تقول لكثرة اشغالي من عمل وتربية ابني ورعاية البيت وزوجي اكون منهكة في كثير من الاوقات فلا استطيع الصلاة، إذ أصلي عددا قليلا، يعني تصلي، أنا فهمت من سؤالها تصلي يعني عددا قليلا من النوافل في كل شهر مرتين أو مرة أو كذا، وصعب أنها تقوم لصلاة الفجر وبتشعر بأن هي تعبانة وتريد النوم مرة ثانية، يعني السؤال أنا فهمت من هذا، فتتكلم تقول هل هذا دليل على قلة إيماني أو ماذا أفعل علم بأني أعاني من صعوبة النوم أو غير ذلك. يعني المهم هذه المسألة يشكو منها كثير من الناس يا أختنا الفاضلة، وذلك عليك أن تستعين بالله عز وجل وأن تكثر من الدعاء بين يدي الله تعالى أن يعينك على عبادته وعلى طاعته. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم عليك بأخذ الأسباب، أخذ بالأسباب مثل أنك زي ما ذكرتي تضبطي المنبه عشان تصحي تصلي، وبعدين ما تغلبي صلاة النوافل وترهقك، وبعدين تتركي الفرائض، الفرائض هي الأصل عليك أن تتميها، ثم أيضا تأتي بما تستطيعين من النوافل، خل حد استعين بأخت لك في الله، استعين بزوج، استعين بولد بغيره عشان يصحوك ساعة الصلاة، فتواظبين عليها بفضل من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على طاعته، اللهم أمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم حسن التأويل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وأصلي وأسلم على حبيب محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.